هذا بيشتغل هيك. يعطيكم العافية. بتعرفوا انه قدام الازمات الكبيرة المشاكل الصغيرة مجبور المسؤول انه يتخطاها، ونحن اليوم قدام ازمة كتير كبيرة بتعني لبنان والمنطقة كلها. مشان هيك انا سعيد ان عم نعمل جهد كلنا سوا تنقدر نجتمع كلبنانيين على موقف واحد ورؤية واحدة ونظرة واحدة لكيفية تعاطينا مع الشيء اللي عم بيجد على بلدنا وعلى منطقتنا. واليوم انا سعيد اني كون التقيت بدولة الرئيس بري ولقيت قد ايه في تفاهم على مجمل الامور يلي طرحت عليه. بيجي الوقت نحكي عنها بالتفصيل، هلا بكتفي بس اني اقول العنوان هو ذاته الوحدة الوطنية وحماية لبنان. واجباتنا نكون عم نوقف حد الشعب الفلسطيني يلي اليوم عم بيتعرض لمجزرة انسانية ما بعرف اذا شاهد مثل التاريخ. واجباتنا نكون عم نأكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه اي اعتداء اسرائيلي، وهذا الشيء يلي حمينا. واجباتنا كمان كلنا نكون عم نقول انه ما بدنا لبنان ينجر لحرب مش هو رايدها. ما حدا بيقدر يجرنا على حرب الا اذا العدو الاسرائيلي هو اجى اعتدى علينا وعمل علينا الهجوم، ساعتها مجبورين ندافع عن نفسنا. غير هيك ما حدا فيه ياخذنا على حرب. نحن كلبنانيين عم شوف اكثر واكثر انه كلنا متفقين انه ما بدنا اياها وبدنا نعمل كل شيء ممكن تنمنعها، بس مش معناتها بدنا نسمح للاسرائيلي انه يعتدي علينا. في عنا كمان موضوع صار ملح اكثر واكثر يأمن هالانتظام الداخلي بالحد الأدنى، هو عملية إعادة تكوين السلطة بدءا بانتخاب رئيس جمهورية. كمان بعتقد أنه في يعني ممكن يكون في عنا مقاربة وحدة لنقدر نمشي بالموضوع، لأنه الحرب بدها تطول ومش مسمح لنا أن ننتظرها ولا ننتظر نتائجها. المجبورين نعمله أن نشتغل لنأمن انتخاب رئيس، وأكيد أكيد السعي أنه يكون بالتفاهم، لأنه إذا مش هلأ بدنا نتفاهم إمتى بدنا نتفاهم؟ هلأ مش وقت نتحدى بعضنا، هلأ وقت أن نلم على بعضنا ونحمي البلد بوجه أزمة أقل شيء نقول أنه عناصر التفجير فيها كبيرة وكتيرة، وأهمهم اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري. هودي اثنيناتهم تسببت فيهم جهة واحدة ومستعدة وقادرة أن تفجر لنا الوضع، وعلينا نحن أن نواجههم والملائم. هيدي هي اليوم شغلتنا، وهذا المسعى رح نضلنا نتابع فيه مع دولة الرئيس مع كل اللي احنا التقى فيهم، وإن شاء الله خير. شكرا.